السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. شركة سامسونج قامت بالإعلان يوم 25/2 في المؤتمر العالمي للهواتف في الـ MWC في مدينة برشلونة بإسبانيا عن جهاز الجالكسي S9 والـ S9 بلس. طبعا مواصفات سريعة عن الجهاز، عن قريب راح تكون المراجعة الكاملة والشاملة للجهازين الـ S9 والـ S9 بلس موجودة في قناتي. شاشة الجهاز بالنسبة للـ S9 هي 5.8 والـ S9 بلس 6.2 انج. ايضا المعالج الخاص بالجهاز المخصص للشرق الاوسط واللي راح يكون متوفر في العراق اللي هو الاكسينوس 9810. الرام راح يكون 4 جيجا بايت، ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت. هذا بالنسبة لنسخة الـ S9. ونسخة الـ S9 بلس راح تكون الذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت والرام 6 جيجا بايت. بالنسبة للكاميرا في الـ S9 الخلفية راح تكون 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة تلقائية ومتغيرة من 1.5 إلى 2.4. الكاميرا الأمامية راح تكون 8 ميجا بكسل. أما بالنسبة للـ S9 بلس الكاميرا الخلفية راح تكون 12 ميجا بكسل، كاميرا مزدوجة فتحة عدسة تلقائية ومتغيرة من 1.5 إلى 2.4، والكاميرا الأمامية راح تكون 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7. البطارية في الـ S9 راح تكون 3000 ملي أمبير، والبطارية بالـ S9 بلس راح تكون 3500 ملي أمبير. طبعا ممكن حجز الجهاز الـ S9 والـ S9 بلس من خلال معارض شركة PCI الوكيل الرسمي لهواتف سامسونج في العراق. فترة الحجز راح تستمر لغاية 22/3/2018. الـ S9 والـ S9 بلس راح يتوفر بنسخة دبل سيم كارد. بالنسبة للعراق راح تتوفر النسخة اللي تحتوي على 2 سيم كارد. اي فرق من ناحية المواصفات ما موجود نهائيا. ايضا الالوان اللي راح تتوفر من خلال الحجز المسبق هي اللون الاسود والفضي التيتانيوم والبنفسجي. وبالنسبة لهدية الحجز المسبق على هواتف الجالكسي S9 والS9 بلس راح تكون شاشة سامسونج LED 32 بوصة. بالنسبة لسعر الهواتف، نسخة S9 راح تكون 749 دولار، ونسخة S9 بلس راح تكون 899 دولار. كل شيء تحتاجونه حتى تقومون بالحجز هو نسخة من الجنسية أو من إجازة السوق. الحجز متوفر من خلال معارض شركة PCI الوكيل الرسمي لهواتف سامسونج بالعراق. عناوين صالات العرض ونقاط البيع لشركة PCI راح تشوفوها موجودة أسفل وصف الفيديو. فترة تسليم الأجهزة تكون ما بين 18/3 لغاية 24/3. وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار ممكن تكتبوه بتعليق أسفل وصف الفيديو، أو ممكن تراسلون صفحة PCI مباشرة، راح تشوفون رابطها موجود أسفل وصف الفيديو. ووصلت إلى نهاية هذا الفيديو، وكالعادة في الختام لا يسعني القول إلا السلام، والسلام عليكم ورحمة الله.